ترخيص طارئ من منظمة الصحة العالمية لاستخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا. الخبر حمل الكثير من الأمل والتفاؤل لدول عديدة، خصوصاً وأنه صدر من أعلى سلطة صحية في العالم. فعلى الرغم من ترخيص دول عديدة للقاحات مختلفة ضد الفيروس، إلا أنه اللقاح الأول الذي ترخصه المنظمة في وقت تتطلع البشرية خصوصاً في الدول الفقيرة وذات الكثافة السكانية المرتفعة لآليات تضمن التوزيع العادل للقاح. فهل تملك المنظمة تلك الآليات؟ وما ضمانات نجاحها؟ أسئلة كثيرة تطرح الليلة على ضيفتنا من باريس، أستاذة التخدير والرعاية المشددة بالمستشفى الأوروبي، الدكتورة منار مراد. دكتور منار، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. ما الذي يعنيه بداية ترخيص منظمة الصحة العالمية للقاح فايزر؟ كلنا يتساءل، هل بات الآن من المؤكد أنه لقاح فايزر أفضل من غيره؟ شكرا على الاستضافة. الحقيقة بداية ما بعرف يعني شو اللي بيعني ترخيص منظمة الصحة العالمية للقاح فايزر، لأنه مثل ما بتعرفي هلأ هن 8 لقاحات، ولكن 3 منها وصلت إلى الطور الأخير. هي طبعا فايزر، هو طبعا لقاح موديرنا، فيما بعد ننتظر أيضا ترخيصه في الاتحاد الأوروبي. أيضا يوجد لدينا لقاح أوكسفورد الذي طبعا بدأ أعطي الترخيص الأسبوع الماضي في بريطانيا، وهو وطبعا لقاح جونسون أند جونسون. بحب أحكي على موضوع أنه كوفاكس، طبعا المنظمة أو البروغرام كوفاكس اللي هو مسؤول عن توزيع اللقاحات بطريقة عادلة وشاملة، والتي دخلت فيه 162 دولة في العالم وقعت هذه الاتفاقية، بمجملها سيتم طبعا إيصال بحلول 2021 خلال العام، طبعا سيتم إيصال إلى 92 دولة فقيرة أو متوسطة الدخول أو منخفضة الدخول لتأمين لقاحات لها. وطبعا تم الاتفاق على حوالي زيادة طبعا الإمكانيات التي سيوفرها بروجرام كوفاكس، وسيصل إلى مليارين جرعة من اللقاح. وطبعا تم الاتفاق، لهذا طبعا أنا أذكر هذه الفكرة، تم الاتفاق على 170 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد و500 مليون جرعة من لقاح جونسون، علما أن جونسون أند جونسون لم يأخذ الترخيص بعد. ما هنا السؤال دكتور منار، ما أهمية كل هذه القرارات التي اتخذت فيما يخص اللقاحات الأخرى في حال عدم حصولها على ترخيص منظمة الصحة العالمية؟ سؤالي هنا في هذا الإطار حتى نعرف على أي أساس تتخذ قرارها منظمة الصحة العالمية بترخيص لقاح قبل آخر. طبعا أنا لا أخفي سرا عليك بأن طبعا كل مجموعة من هذه اللقاحات تعتمد على تقنية معينة، صحيح، ولكن لها علاقة طبعا بوصول أي لقاح إلى نتائج الطور الأخير من اللقاح، وهو الطور الثالث، بمعنى أنه جرب على عشرات الآلاف من الأشخاص، وطبعا بين أن له إفكاسيتي أو فاعلية، وأنه أيضا يؤمن نوعية عالية من الحماية، وأيضا أقل تأثيرات جانبية على المدى القريب. ما نعرفه الآن هو تأثيرات مقبولة جدا، وأيضا أيقنت جميع الدول أن للخروج من هذا النفق المظلم يجب أن نقوم بتلقيح 70-80% من سكان الكوكب لنحصل على المناعة الجماعية. وطبعا مما لا شك فيه طبعا لتستطيع هذه الدول المتطورة والغنية من أن تباشر اقتصادها وعجلة الاقتصاد فيها، لابد أيضا أن تنظر بعين الإنسانية وعين المنطقية لتلقيح لتأمين وصول هذه اللقاحات إلى حتى الدول الفقيرة، ولكن التي دخلت في بروجرام كوفاكس. دكتور منار، هذه نقطة مهمة جدا، وسأعود لأسألك عنها، عن كيفية يعني توزيع
هذا اللقاح تحديدا على الدول الفقيرة، وإن كان أيضا منظمة الصحة العالمية اليوم تضمن ذلك. لكن قبل ما نغوص في هذه النقطة، نتحدث نحن هنا الليلة عن أعلى سلطة صحية في العالم. طوال هذا العام وجهت انتقادات جمة لهذه المنظمة، وبالتالي اليوم في تساؤلات كبيرة أيضا حول إعطاء الترخيص للقاح فايزر قبل غيره، مع العلم أنه فايزر يعتمد تقنية جديدة غير مشابهة باللقاحات التقليدية اللي نعرفها. هل يمكن الوثوق بما يخرج عن هذه المنظمة 100%؟ أنا أستطيع أن أقول لك نتيجة خبرتنا من عام حتى الآن مع منظمة الصحة العالمية، أنها في البداية طبعا علما أنه رئيس منظمة الصحة العالمية هو سمعت أن اختصاصه أوبئة، ولكن أخفى حدوث الوباء في الصين منذ بداية الأمور. ثم بعد ذلك طبعا كانت الإجراءات فيما بعد خجولة، حتى أحيانا يعني يستغرب الشخص أن يصدر قرارات غير مسؤولة من منظمة الصحة العالمية. ولكن ما تحاول الآن المنظمة بمجموعة من التقارير طبعا أن تلحق بالركب لتخفف عن نفسها مسؤولية. ولكن حتى هذا التاريخ طبعا هي إذا رخصت الآن للقاح فايزر بيونتك، طبعا بعد أن رخصت الـ FDA الأمريكية وبعد أن رخص الاتحاد الأوروبي، فأجده إلى حد ما متأخرا ترخيص منظمة الصحة العالمية، حتى أنه لا قيمة له الحقيقة. ثم بعد ذلك ما ننتظره الآن أيضا التراخيص الأخرى، ولكن ما يوجد الآن طبعا بالنسبة للـ FDA الأمريكي سيتم توزيعه إلى أمريكا وكل العالم فيما بعد حسب اتفاقيات الدول. دعيني أسألك دكتورة قبل ما ينتهي وقتي عن التوزيع بطبيعة الحال، هل تضمن المنظمة باعتقادك اليوم آليات توزيع هذا اللقاح وإيصاله إلى كل دول العالم، أم أنه هذا الأمر سيكون أو سيقتصر على الدول التي تنتج؟ طبعا الدول التي انتجت والدول الغنيه وبعض الفونديشن مثل مثلا فونديشن بيل جيبس هو ايضا من الدول التي وضعت اموال في هذا البروجرام عن طريق طبعا الكوفاكس وعن طريق ايضا كافي او الاليانس وهو اليانس اللقاحات في العالم. طبعا الاليه هي نوع من المراقبه عن كثب لتوزيع هذه اللقاحات بما يعادل 1.3 مليار من إلى الدول المتوسطة الدخل والفقيرة خلال العام القادم، مما لا شك فيه يجب أن تراعى المهنية بشكل عالي، وطبعا هذه المرة الوحيدة التي يتم ذلك، فبعد طبعا جائحة الإنفلونزا في عام 2009 دعت كل أنحاء العالم إلى وضع مجموعة من الآليات طبعا لتنظيم توزيع اللقاحات، وعلى هذا الأساس كانت نتيجة كوفاكس. وبالتالي طبعا الإمكانية ستقوم لتوزيع هذه اللقاحات على الأشخاص الذين يشكلون 20% من مجمل هذه الشعوب وهم الأكثر تضررا، يعني شكرا. كبار السن والعاملين في الحقل الصحي. هذه شكرا. طبعا الآلية. شكرا جزيلا على كل المعلومات القيمة من دكتورة منار مراد، أستاذة التخدير والرعاية المشددة بالمستشفى الأوروبي، حدثتنا من باريس. شكرا.